قلم إدوكيشن بلاتفورم. بسم الله، الحمد لله، ثم الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. اللهم علمنا بما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هالكاني وكالين كحبر شدء قلم education platform. مددنا وتاريخ فصل ك form 1. أنا قلنا أستاذ قيرة إن شاء الله وحن كده حجرني chapter كاني سدحاد وحن ما انتقادنا إن عشر كنس الدحاد وحنكه هذلي المظاهر الاقتصادية لحضارة مصر القديمة. هروح عن قصة هذلي درسي نيكوبات نشأة الحضارة المصرية القديمة هي المظاهر السياسية لحضارة مصر القديمة. لا بس درسي إن سوق هذلي درسي نس الدحاد نحن وهذلي دهنا إن شاء الله المظاهر الاقتصادية لحضارة مصر القديمة. نحن كوفا فاين دون عشر كان إن شاء الله رقالهان مصاري ظهري وحي كتير سنين ما لها رقاله كتير سنة سيدا مدام وبيغا نيل مصر أمره رقاله انت بدن حي كتير سنة دون إن شاء الله سيدا ندرس وين كو أركد دون بيرها سيدا كاله رقاله كتير سنة غناعسيغا حي كالو لهايين الصناعات فرسموين أما ورشدة أي لهايين انت سي انك بدن بدرس وين عيان وقبغن دون إن شاء الله la socdo wanaagsan. Waxaan tagaynaa safxada konton iyo afaraad muqararkeena. Waxaan kaga hadlaynaa al-madaahir al-iqtisaadiyya li xadaarat Misra al-qadiima. Dhaqaale ahaan masaaridii hore ama dhankii dhaqaalahooda marka aan fiirino kan casharkeena waxaan ku soo qaadanaa al-madaahir siyaasiyya dhanka siyaasadda aan uga soo hadalnay. أن مصر بما أن مصر القديمة تتمتع بمظاهر اقتصادية مختلفة نتجت عن علاقات تجارية مع الدول المحيطة بها مساردها روحي الهايان دقدقاق دقالة أي الهايان أمر دقاق نعسي تأس أكرا لتي حريركي نعسي ay la lahaayeen dawladihii iyaka deriska la ahaa misla bilaad il-point waxaana ka mid ah bilaad il-point oo soomaali ah meelihii xiriirka ay la lahaayeen waxaa ka mid ah bilaad il-point sidoo kale Libya Soomaaliya ay xiriir ganacsi lahaayeen waxay kala lahaayeen Libya Sudan Suuriya al-qadiima bil-idaafati ila al-madaahir al-daakhiliya iyo ganacsigii gudaha tatamathalu tilka al-madaahir fi ma yaati dhaqdhaqaaq wadi ganacsi marka waxaa lagu soo aruurin karaa waxyaabahan soo socda waaxid tarbiyat al-xayawaanaat masaaridii hore dhaqdhaqaaq wadi ganacsi wuxuu ku tiirsanaa أما قيبت وغهر ليس وحاوي تربية الحيوانات حيا هندد حول الأقطاء اهتم المصريون قديما بتربية الأبقار مصاري ذي هوري وحي كود ذالي جرين إنا يدغدان لأضاء والأغنام أريقا والدواب إيو حولها كالسيدة دميرها فردها واستفادوا منها في أعمال الحقل والنقل حولها سيدة جرين وحي كغفة إيديستين أعمال الحقل إنا يباريه كفشان سيدوك النقل الجديد هانا يستعمالان كما استفادوا من جلودها وصوفها حيك لو كفا إيدي سنجرين حولها إذا خنايان مقار كودة هيلب كودة إيه إغرتودة صوف حواي وإغرت حولها وشعرها واسكوميد واهتموا أيضا بتربية الطيور waxay kaloo dhaqan jireen masaaridii hore maadaama dhulkooda uu biyo leeyahay tarbiyati duyuur shimbirahan way dhaqan jireen mithil albat walxamaam sida boola boolada iyo qoolleydana way dhaqan jireen masaarka marka waxaa ku muuqda lo ay dhaqanayaan almasriyiin alqudamaa waana masaaro
ayaku ay ku sawireen darbiyadooda. Lamarka labaad isnayn az-ziraa'a waxa way wa dhaqaalooda waxyaabo ku tirsanaa waxa kamida beerashada. عرف المصريون القدماء أنهم كانوا من أوائل المجموعات مساريد هره وحلو يقان إن أهيان كمد أهيان دتك أغهري من أوائل المجموعات البشرية التي مارست الزراعة إن أهيان دتك أغهري سمي بيرها أما بيرشد بالله على نطاق واسع سئاد أبالارنا وحو بيرتي. حيث اهتمت الحضارة المصرية القديمة بالزراعة البحنمة دي هره أما البحنمة المساري ده روحي آد وقود دالين بيرشادة بسبب وجود نهر النيل إنا بيرها أهمية قارة سيانا وحسابها جريتانكا وبيغ النيل الذي يعد من أهم عوامل التنمية الاقتصادية كاسو نهر مركة دقالة المساري ده الحيان بحيصل لقا أما تردحاتك وأها. وقد أتاحت لهم مهنة زراعة إنتاج المحاصيل الغذائية مساريد هره مهندي اما شقدي بيرشده اي سمينا عين وحي اسامح دي اما او قلاتي انتاج المحاصيل الغذائيه اني سو ساران دلقيو عنتو اساسيه مثل القمح سدا قمديقة والشعير هيدا ونباتات الالياف ايو قيدها ميقيه له اما ميرح له لصناعه النسيج سي او سميان در اما دون بالإضافة إلى أنواع أخرى من البقول حيابه كله بيروت كسو بحجر حاكم ده كيده اللو يقان البقول البقول وحال سكوير هذا ديرتا مسجدة قليدة مراح اللعنه قيب كمدا وحال اللو يقان البقول والخضروات والأشجار المثمرة صدق القدار أيسو ساري جيرين إيوه كيده مراح لنوي أبورين جيرين. وقد مكنت سهولة التنبؤ بالنهر والتربة الخصبة للمصريين وبيجي أي هستين إيه عرضي ونكسند وبيجا سوسيه أنت بقى حسور جلسي من إمبراء من بناء إمبراطورية على أساس الثروة الزراعية الكبيرة هنا بقرتويين لسان بقرتويين كاسن وح أصلوا أها الثروة الزراعية الكبيرة هنتدي برد فرح بدنيد إلى هايين أما إيه هستين مساري دي هره. قلب كسدحات أما أنت أنا قلب كسدحات قال المصور كوم وقناية حكوت سنايا أيك أو بيرو فلان عيا استعمال عيانا لقدي وحيد مركا لقدي واستعمال عيان للحراثة إن بيري كفشان. قدر بس دحاد وحيابها كتير سنة دقاله مساري ظهرة والتجارة جناحسها تتميز مصر بموقع استراتيجي مصر وحيل هيد موقع استراتيجي سيدة هروسة مرنة يسمح لها تاسو أسور قلنسة أن تتاجر مع الدول العالم الخارجي إنه يحرير قناع سلالة ياشان أما قناع سلالة سمعيان دولة ده هدي بدكا بالإضافة إلى الحركة التجارية الداخلية سيدة قلنة نقضاقي قناع سي إيادة قده إذا كجرينا ليرات أي أسيها. نشطت حركة التجارة الداخلية بين الأقاليم في القدر المصري وحا أد أسعودي أما دردر قلي حركة التجارة الداخلية نغاق قناعسي قدها ودحية بين الأقاليم في القدر المصري مصر قده هيدا عبر نهر النيل قناعسي قاسمر قدها مصر كدحية وحال اسكيكا لقد بجري أما لسيكا لقوش جري وبيقى نيل كأي استعمالين ودومو أي وبيقى دحمراي والطرق البرية يودوينكا لنكا بري قمرا. حرص المصريون على إقامة علاقات تجارية سدو كلا مسارد وحيكود دالين إن إدستان حرير قناعسي مع دول المنطقة المجاورة ودامد الدرس كلاها إن لسميان حرير قناعسي أنا حرير قناعسي قد محانوك القادنا لبقي بود قناعسي قدها إيو قناعسي دي بدا قدب كان لازم نكون حانكا قهد لينا قناعسي دي بدا مركز مسارد وحيلة هايين حرير قناعسي إلى هايين مع الدول المجاورة مثل دولة قناعسي الله هايين وحكم بلاد بونت ولولا جيدة الصومال وشمال السودان وقويق السودان حرير قناعسي إلى هايين سوريا القديمة وغيرها عن طريق البحر الأبيض المتوسط
وضمنا سحرير كإلى ليلنا عين مركا ودوينك أمر عين وحاكم ذا البحر الأبيض المتوسط أي سين مراين بدل من ترينيانكا سدوا كلا صومالي وكلا مركا يسوى عين نحيي استعمال عين البحر الأحمر بالإضافة أنت أصلا وحاسي دارا السودان وكلا مركا عاد عين ندرس لهنا حي استعمال عين الطرق البرية ونهر النيل ودوينك دنكا دولكا يوبيكا نايلكا المسار كقوم وقناع مركب حواي التجارة في مصر القديمة سوق هذه أيكو جوجا وقناع سيق سوق بناية وحيابة كل دوان فرصة ما قعمت هذه أي أبدينهين الصناعة وقطب كأفراد قطب كأفراد وحيابي وكتير سنة قناع سيق مصاري دي هرا وحا الصناعة ورشدها استفاد المصريون القدماء من مواردهم الطبيعية مساردها رح يكفى ايديستين قيرات كدبيعيقا الهايين والمواد الخام يوحيا به عيرين كها امرو ماتيريال كمواد الخام حالي هذا شيء يورشدوه ايكوشا قيان شيء انت اللي ورشدينين اما شيء ورشدوه ايو بحانتا سي وحكا الاسو صارتو ايو حالي هذا المواد الخامة المواد الاولية لغا سمقع ايو ليهي المواد الخام المستوردة في إنتاج صناعات عديدة منها مركب حكي فايدستين قيرات كطبيعي قاها أيكو إلى هايين إيو حيابك لو إدي بدأ إكسو دوف سنعين أي كفا إيدي سنعين مركب أي ورشودو دو حصوص عرايان وحيابي مركب يكفا إيدي سجير محاكم دا التربة أما الطمي عرضة قارهان روبضة التي حولوها إلى أدوات منزلية روبضة سوحي أبدلين أدوات منزلية حيابو أن أقب كوريها الله استعماله وأدوات البناء هي قلب كد اسمها مثل الفقار سيدا روبكا والطوب الأحمر روبكا قدودا الزجاج حيابها ورشدوه أي سوساري جرين وحاكم إذا أما أي وحكسة من جرين دلالة التي صنعوها من الرمال دلالة أصنعوا حيكا كأنين أما كسو سارين بعادك عدك الرمال البيضاء عرض عد إبعادك المنتشرة في صحراء مصر أحيابه كلا ورشده ودو أي سوسار جرين وحاكم إذا الخشب المستورد الواحي أمجيد أي صور دفصدين الذي صنع منه السفن والتوابيت الوحيدة سنو حيكسو بين جرين محوها دومها إيو التوابيت وحيابها دوت كميتك ماشا لغو حرايو أما لغو قادو والأثاث يعلابه كلا دونها الورق ورشدوه دو حيابي سو سار جرين وحاكم دا ورق داها قارهان ورق دواقه هر الاستعمال دير إلو يقان ورق البردي المصنوع من شجر من شجرة البردي ورق دا صنوح على قسم من جري قيت كلو يقان شجرة البردي وحان كسو أرقني عشرة ديني يعني انت سبحان كسو قبل قبينينا درسي قيني سدحات عطب كسدحات كهلاي الحضارة المصرية القديمة درسي قلنا وحانو قهد لناي المظاهر الاقتصادية لحضارة مصر القديمة لنكي أما وجي دقالة مسارد هراء الهايين حان كسو هذا لمرك حيابه دقاله كتير سنة وكيكتهاي تربية الحيوانات الزراعة الصناعة والتجارة دقاله إنه كتير سنة كو إنه حول رغضان سيدو قال برشدي ورشديه إيه قناعسيقي أفرتا قضب أيه قناعسيقو دو كتير سنة انت عن درسي قينا كالكو كل من دونه ساسي نبتقليو السلام عليكم ورحمة الله.